بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة، وآخرتها دوري. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم لقاء الاثنين من ملك وكتابة. الحلقة تحمل الرقم 915 في سلسلة ملك وكتابة وآخرتها دوري. يا استاذ ابراهيم، مفيش ماتش من ماتشات الدوري مفيش جدل. مفيش اسبوع بدون ما عمالين نرغي ونتكلم على اخطاء فجه، سواء حقيقيه او حتى لو وصلنا ان احنا البعض بيخترع او بيترصد اخطاء عاديه ويجاسمها. كون ان احنا وصلنا للمرحله دي ده دليل ان احنا في حاله من فقدان الثقه الشديده في الاداره الكرويه في مصر. يستمر الوضع الهلال امتى؟ الحقيقه لابد من وضع حلول جذريه ونظام صارم جدا يفرض على الناس، بس لازم تعلن به الانديه كلها، كل خطا ادي جزاؤه، كل خطا ادي جزاؤه، وما يبقاش في اي خروج عن هذا الكتالوج تحت اي ظرف من الظروف لاي طرف. ده كلام مهم جدا، واعتقد هنتناقش في حلقه النهارده اللي فيها هذه العناوين. للتعادل أسباب كثيرة، الأجنبي خيار مصري للضرورة، اعتراف بأثر رجعي، الأستاذ تلميذ، طب إزاي الأهلي فرع سموحة ولعبت كل يوم، عندما يسبق الكتاب التمرين، وأخيرا طه بعد عامر وبعدين. خلونا في البداية نهني الساحة الإعلامية بقرار السيد رئيس الجمهورية اليوم بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هيئته الجديدة، المجلس الجديد برئاسة الوزير المهندس خالد عبد العزيز رئيسا للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لاربع سنوات قادمه. يا باشمهندس هقول لك التشكيل ضم مين ومين وبعد كده نتكلم. ضم الى جانب المهندس خالد عبد العزيز رئيسا للمجلس المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام رئيس مجلس الدوله نائبا، والدكتور محمود احمد ممتاز رئيس جهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه، الدكتور حسام عبد المولى صقر ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والاستاذ عبد المحسن سلامه من الشخصيات العامه وذوي الخبره، علا الشافعي الصحفيه رئيس تحرير اليوم السابع، عصام الامير الاعلامي، الاستاذ عادل حموده من الشخصيات الصحفيه العامه، والاستاذه الدكتوره منى الحديدي ممثلا للمجلس الاعلى للجامعات لاربع سنوات قادمه. المهندس خالد عبد العزيز يرأس هذا التشكيل. حلو قوي، عايزين نعرف تحديدا المظله هو بيغطي ايه بالظبط، صلاحياته ايه، ويبتدي يعلننا بالمعايير اللي الناس تشتغل عليه. مطلوب جدا ان احنا نبقى عارفين، لسه بقول لك نبقى عارفين احنا ماشيين بنتحرك في طريق شكله ايه بمنتهى الوضوح وشفافيه. طيب، انما الاسماء كلها تدعو الى الثقه والتفاؤل يعني ان شاء الله. القرار الجمهوري اشتمل ايضا على تشكيل الهيئه الوطنيه للصحافه، استمرار المهندس عبد الصادق الشرباجي رئيسا، وتضم اللجنه او يضم المجلس في عضوياته المستشار محمد فؤاد محمود عمار نائب رئيس مجلس الدوله، الاستاذ ياسر سمير صبحي ممثلا لوزاره الماليه، علاء الدين كمال ثابت، علاء ثابت من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، أستاذ عمرو الخياط أيضا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، الكاتب الصحفي الأستاذ حمدي رزق ممثلا للصحافة القومية، الأستاذ سامح سامي محروس رزق الله ممثلا للصحافة القومية، والأستاذة سحر جعارة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة. إذا استمرار المهندس عبد الصادق الشرباجي رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة مع تغييرات في بقية التشكيل. الهيئة الثالثة كانت الهيئة الوطنية للإعلام، وأصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 520 لسنة 2024
بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام لمدة 4 سنوات، يرأس الهيئة الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد المسلماني. وتضم الهيئة السيد المستشار حماد مكرم توفيق محمد نائب رئيس مجلس الدولة، أستاذ خالد محمد إبراهيم نوفا الممثلة لوزارة المالية، المهندس وليد زكريا علي ممثلة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والأستاذ أسامة كمال من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والأستاذة ريهام وجيه ديب من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والأستاذة الإعلامية هالة حشيش ممثلة لنقابة الإعلاميين، والسيد سامي عبد السلام سعدون ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام والطباعة، والكاتبة الصحفية الأستاذة صفية مصطفى أمين من الشخصيات العامة وذوي الخبرة. إذن تشكيل الثلاث هيئات ل4 سنوات قادمة للارتقاء وتنظيم الإعلام والصحافة. كل الأمل وكل التفاؤل ونترقب بإذن الله كل خير. النهاردة كمان وزارة الشباب والرياضة طلعت بيان تحاول ترد من خلاله على كل ما أثير خلال الأيام الأخيرة عن مشكلة المراهنات، لأنه شفنا أن الموقع الخاص بشركة التعامل في المراهنات على مباريات كرة القدم المصرية طلعت وقالت أنها بتشتغل بموافقة وزارة الشباب والرياضة في مصر. الوزارة طلعت بيان قالت في ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أخبار بشأن أحد المواقع الإلكترونية التي تبث من خارج مصر لممارسة المراهنات في المجالات المختلفة ومنها منافسات كرة القدم المصرية، تؤكد الوزارة أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تماما إشهار أي شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات سواء بشكل مباشر أم بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أي قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات. قالت وزارة الشباب هذا وقد اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية لإعمال شؤونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، منع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية. وقالت الوزارة إنه ده استنادا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح، وتهيب الوزارة بالجميع تحري الدقة في تداول أي معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام دون التثبت من مصادرها الرسمية. أخطر وأهم ما حدث على الساحة الرياضية خلال الفترة الأخيرة أن يتجرأ أحد أنه يدعي أنه كمان بيشتغل بشكل رسمي وأنه حاصل على موافقة الوزارة ويبقى الوزارة تطلع بيان تنفي هذا الكلام وتجرمه وتطلب التحقيق فيه. أول حاجة بتدلك على يعني سوء القصد والنية لهذا الكيان اللي بيدعي إنه واخد موافقات على الممارسات في مجال الرهان والمراهنات، إنه ادعى بجرأة شديدة جدا وبدون حياء وما بيخبيش إنه واخد موافقات على الإشهار وإنه يمارس هذا النشاط تحت إشراف الوزارة. الموضوع ده يعني كنا أثرناه من مدة، وأنا شايف إنه التحقيق فيه وإن إحنا نغوص في أعماقه هيكشف حاجات كتيرة جدا ومهمة جدا جدا. آن الأوان إن إحنا ننظف المجال الرياضي بقى بجد. يعني نتمنى إن هي تكون خطوة فعلا جادة نحو القضاء على هذه الظاهرة اللي استفحلت في الفترة الأخيرة وأصبحت تهدد مش بس الكرة ولا الرياضة، لا بتهدد المجتمع نفسه وأمنه وسلامته، لأن شفنا حالات اجتماعية كتيرة ناس بتعلن إفلاسها وناس مش عارف بتستلم فلوس واللي بيبيع الذهب مراته، حاجات اجتماعية كتيرة في مشاكل زاد التلاعب يا أستاذ إبراهيم في النتائج. التلاعب وغسيل الأموال على طول هي مرادفات لهذا الأمر يعني. نتمنى ده إن شاء الله. النهارده كمان كان في حكم قضائي مهم لمصلحة الكابتن محمود الخطيب. الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد توسن وعضوية كل من السادة المستشارين أحمد أشرف وكريم عرفان وأحمد البارودي حكمت بإلزام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأن يؤدي إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي
تعويضا قدره 500,000 جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء ما قام به في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح المحكمة الاقتصادية. وكان المستشار القانوني للنادي الأستاذ محمد عثمان أقام الدعوة رقم 55-77 ل2024 مدن اقتصاد القاهرة، بيطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب استنادا على الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي، وبرقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي. وكانت قضية المحكمة في هذه الجلسة في المحكمة الجنائية قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع إيقاف التنفيذ، وتم تأييد هذا الحكم من محكمة النقض في رقم 17-108 لسنة 92 قضائية. وفي ضوء هذا الحكم تقدم الأستاذ محمد عثمان المحامي بطلب حصول موكله على تعويض مالي وأدبي من مرتضى منصور، وهو ما قضت به المحكمة زي ما قلنا لحضراتكم 500,000 جنيه غرامة على مرتضى منصور كتعويض أدبي ومادي. وتبقى هناك جلسات أخرى أو قضايا أخرى مستمرة في ساحات القضاء. النهارده كمان يا باشمهندس شويه لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم طلعت بيان وقالت انه ما صدرش عنها اي قرارات لايقاف اي حكم من حكام اللي اداروا مباريات الاسبوع الثالث للدوري. وقالت اللجنه انه هي الامور مشيت بالشكل القانوني وان لم تتخذ اي عقوبات ضد اي حكم من حكام هذه الجوله. هي ما ده لسه بقول لك، مش بقول لك وبعدين يا دوري؟ مجموعة من الإشاعات بعضها بهدف التشويه وبعضها بهدف التشويش وبعضها بهدف الترهيب، إنك تضغط على التحكيم وتصدر الرأي العام إن في حكام غلطوا وهيتحاسبوا. أيا كان الجهة التي تقوم بهذه الممارسات لابد إذا لم يثبت صحتها أن يكون في نوع من الحساب السريع. ما نقدرش نستمر كده يا استاذ ابراهيم. طيب بكره الثلاث الساعه 6 مساء الاهلي بيبدا مشوار دور المجموعات في دوري الابطال من خلال المجموعه الثالثه اللي الاهلي معاه فيها بكره ان شاء الله استاد ابيجان، ويبقى مباراته في الجوله الثانيه مع اورلاندو بيراتس في جنوب افريقيا، والجوله الثالثه مع او الجوله الثالثه هتكون مع شباب بلوزداد الجزائري. الاهلي بيدافع عن لقبه في دوري الابطال، ومستر مارسيل كولر في المؤتمر النهارده قال لك الكل عايز يعمل زي الاهلي، وشيء رائع جدا ان انت تبدا دوري المجموعات وانت حامل اللقب، وجماهير الاهلي اعتادت دايما على لحظه الفرحه والتتويج. كلام جميل قوي وكلام يفرح. ايوه، لكن اللي هيفرحك حقيقه النتائج. ضربه البدايه بتديك مؤشر هل هنفضل في سلاسة الموسم الماضي في تجاوز المجموعات أو هنعاني زي ما حصل قبل كده. ضربة البداية مهمة جدا، وبيجينا في ظروف صعبة الحقيقة، وإصابات ونقص في الصفوف وعدم جاهزية بشكل 100%. لكن أظن أن النادي الأهلي حتى أمام الاتحاد السكندري ما كانش سيء، انما هو لم يحسم الامر بس. يعني كان في سيطره وفرص ضايعه ووصول الى المرمى، يبقى بس عمليه ان احنا نستقبل اهداف غير مبرره دي اللي لازم نعالجها. طيب الاهلي لانه البطوله السنه دي زي ما مستر كولر قال البطوله صعبه السنه دي وعايزه تركيز خاص جدا من لعيبه الاهلي. البطوله في كل المجموعات بتاعتها فيها فرق قويه جدا. المجموعه الاولى مولودية الجزائر والهلال السوداني ويانج افريكانز التنزاني ومازيمبي الكونغولي. المجموعة الثانية فيها سان داونز الجنوب افريقي، فيها الرجاء المغربي، فيها الجيش الملكي المغربي، وفيها مانيما انيون. المجموعة الثالثة فيها طبعا الاهلي وشباب بلوزداد واورلاندو بيراتس واستاد ابيجان. والمجموعة الرابعة فيها الترجي التونسي وبيراميدز وسجرادا الانجولي وديجو ليبا. اعتقد المجموعات كلهم فيهم درجه من التكافؤ، كل مجموعه فيها فرقتين اللي هو طبعا من الطبيعي المستوى الاول والمستوى الثاني،
بيبقى الصراع الكبير بينهم سواء بين سان داونز والجيش والرجاء، سواء من مازيمبي وانجا افريكانز والمولوديه كمان والهلال مجموعه قويه المجموعه الاولى، والترجي التونسي معاه بيراميدز اقوى المرشحين في المجموعه الرابعه. ده دوري الابطال، واعتقد مستر كولر حسب تاكيداته انه الاهلي درس الفريق الليفواري كويس قوي وبيحترمه، وقال انه اكد على اللعيبه انه ضربه البدايه في المجموعه بتكون مهمه، وده اللي اكد عليه كمان محمد الشناوي كابتن الاهلي في المؤتمر الصحفي، وقال ان احنا عندنا طموحات كبيره بالفوز باللقب ال 13 عشان جمهور الاهلي يبدا من دلوقتي ال 13 يا اهلي. العداد شغاله يا باشمهندس. العداد شغال والتحدي مستمر، ودايما الاهلي هو اللي بيعشم جماهيره. اصبحت الجماهير لا تقبل مجرد تعادل في ماتش من الماتشات اللي هي يعني بتتلعب عشان تحديد الترتيب يعني. فقدر الاهلي الان انه يعلي على نفسه، وننتظر الكثير جدا من هذا الجيل. والحقيقه تاريخيا زي النهارده ودايما في افراح يا اهلي. انا قلت لكم لو حد عمل تقويم 100 في يوم على مدار الساده مش هيكون مضاهي ايام كتيره حدثت فيها انتصارات وافراح للاهلي عبر تاريخه. زي النهارده او تحديدا 23 نوفمبر لكن سنه ايه؟ 1950 الاهلي فاز على نادي فاروق اللي هو الزمالك بعد كده 2-1 في دوري القاهره. وفاز الاهلي بدوري القاهره على فكره عنده 16 لقب في البطوله ديت والزمالك 13 لقب. 23 نوفمبر 1956 الاهلي بيفوز على الزمالك 2-1 في مباراه وديه على كاس الكفاح، اقيمت المباراه لدعم المجهود الحربي نتيجه العدوان الثلاثي على مصر في 56، سجل هدفي الاهلي سيد الدوزوي مهاجم فز طبعا. السبت 23 نوفمبر 2017 بيوافق وفاه المدرب الانجليزي الشهير للنادي الاهلي ألان هاريس اللي ولد في 28 ديسمبر 1942، وشغل المدير الفني للنادي الاهلي في الفتره من 93 ل 95، ساهم في فوز الاهلي ببطولتين للدوري والبطوله العربيه لابطال الكؤوس وكاس افريقيا للانديه ابطال الكؤوس 93، وواحد من المدربين اللي كان ليهم مسيره مهمه مع النادي الاهلي في منتصف التسعينيات. الاحد 24 نوفمبر 1939 الاهلي فاز على المختلط اللي هو الزمالك لاحقا 3-1 في دوري القاهره، سجل اهداف الاهلي حسين مدكور هدف ومنير حافظ هدفين. ال 25 نوفمبر لكن 1867 بعدنا قوي، هتقول لي 1867 ده الاهلي 1907، اقول لك لا ده كان ميلاد طلعت باشا حرب. طلعت باشا حرب ده اللي بنى الاقتصاد المصري، اللي بنى الاقتصاد المصري واللي عمل على تمصير الشركات المهمه وانشا بنك مصر، وكان ليه اسهامات كتيره في الشركات المهمه في الاقتصاد المصري، شركات صناعه السينما والسيارات والقطن وكتير من المشروعات المصريه الخالصه كان طلعت حرب له تاثير كبير فيها. ايه علاقته بالنادي الاهلي؟ واحد من اللي ساهموا في تاسيس النادي الاهلي. طلعت باشا حرب بدأ بالإضافة للإسهامات الاقتصادية الكبيرة كان من المساهمين في تأسيس النادي الأهلي، انضم لعضوية اللجنة العليا أو مجلس إدارة النادي الأهلي في مارس 1907، كان له أثر في تطور النادي ماليا، كان تولى مسؤولية التنظيم المالي للنادي من الألف إلى الياء، وقدم ضمان للنادي في قرض النادي طلبه لاستكمال إنشاءاته، وتوفي طلعت باشا حرب واحد من مؤسسي النادي الاهلي والمساهمين في تاسيسه، توفي في 13 اغسطس 1941. اولا هو شخصيه من العلامات البارزه في تاريخ مصر. يعني اذا عندما يذكر الاقتصاد المصري فطلعت حرب ابو الاقتصاد المصري. هو اللي مصر البنوك، هو اللي عمل بنك مصر، هو عمل كثير من الشركات والمؤسسات، وهو الذي أنشأ وساهم ومول وخطط ماليا لإنشاء هذا الكيان العملاق الذي أصبح ملء البصر
في العالم كله. فطلعت حرب يعني ده عايز له وقفه لوحده عشان نقدمه للناس صح. لان تاثيره على كل مناحي الحياه في مصر تاثير عظيم جدا جدا جدا. الاهلي كان نشا كشركه مساهمه، وشفته طلعت حرب واحد من المساهمين، وكان قدم كمان ضمان للبنك علشان النادي ياخد قرض يستكمل انشاءاته. ومن هنا يبان يا جماعه قيمه الجذور بتاعه النادي الاهلي. انتم متخيلين ان واحد من اللي ساهموا في نشاه النادي رائد تمصير الاقتصاد في مصر؟ اذا كان النادي الاهلي اهتم بعد كده بتمصير الحركه الرياضيه والاتحادات الرياضيه في مصر والمشاركه في كل البطولات اللي تقام فقط حتى في دوري كره القدم اللي تقام للمصريين فقط دون الاجانب، ده بيعكس لك هذه الجذور الوطنيه المهمه الضاربه في عمق التاريخ الوطني. انك انت القائمين على نشاه النادي والمساهمين في شركه انشائه كانوا من العناصر الاساسيه أصحاب الرأس المال الوطني الحر. هو نشأ تحت هذا المسمى وتحقيقا لهذا الهدف. أن يكون نادي مصري في مواجهة النشاط الرياضي أو الاجتماعي للاحتلال. يعني ده الغرض منه. ولذلك التف حوله جميع المصريين، وده سبب شعبيته زي ما أنت بتقول الضاربة في الجذور. يعني هو لما احنا بنقول الانسان يولد بالفطره اهلاوي، دي مش مبالغه. نتيجه النشاه دي. مصطفى كامل وعمر لطفي وارتباط سعد زغلول، وان كان شكلي انه رئيس الجمعيه العموميه، وبعدين طلع حرب. في رموز للحركه الوطنيه كمان كبار جدا. كبار جدا، وبعدين كانوا حريصين جدا ان القيمه والمبدا تسبق اي حاجه، يعني هو جاي لترسيخ مكارم الاخلاق وتدعيمها من خلال الرياضه. وده اللي الاهلي بيحاول يتمسك بيه وكمان يمشي على الاشواك الان. يعني ده كلام مهم. بمناسبه الاشواك دي هنرجع لبعض الفاصل نشوف كتير من الاشواك اللي بيمشي عليها الاهلي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. انقضى الأسبوع الثالث من الدوري، ولكن سريعا جدا بدأت التضارب في المواعيد. طه بعد عامر، وبعدين عزة طه مدير لجنة المسابقات الجديد، الحاج عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اللي الراجل اطلع بالقيام بهذه المهمة في الإشراف على بطولة الدوري وعلى كافة المسابقات لعدة مواسم. ما عجبش الناس، جابوا عزة طه وجابوا الشركة الألمانية اللي أنا لغاية دلوقتي إحنا مش حاسين بإيه هي الشركة الألمانية وبتعمل إيه. ده مش موجود، موجود هذا الرجل، هذا الشاب في تسيير أعمال هذه اللجنة أو المسابقة عن بطولة أو عن رابطة الأندية. أنا بقول لكم ليه عزة بعد عامر. كان الاتهام الدائم للكابتن عامر حسين تأجيل مباريات الدوري، ما ينفعش الدوري يتأجل له، الأهلي ليه بيتأجل له؟ وما كانش الناس بتقتنع إنه في أسباب حقيقية بتدعو لده. إلى أن حدث الأمر من ساعة قبل ما نطلع لكم على الهواء على طول. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد يوم 22 ديسمبر المقبل موعداً لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في المجموعة الثالثة لدوري الأبطال. سمعاً وطاعة. هتقول لي فين المشكلة؟ أقول لك المشكلة إن الدوري الجديد بتاعنا اللي عايزينه ينتظم الجدول بتاعه فيه يوم 22 نفس ذات اليوم مباراة للأهلي مع سموحة. الأهلي يلعب بدورين بقى ولا هو الحاج عامر طبعًا كان هيأجل. عايزين نشوف الحاج طه بإذن الله يمكن عنده حل تاني. يعني ما أنت هتفاجأ إن ما كانش بيحصل غير تطبيق اللائحة. بالظبط. على فكرة اللي حصل مع عزة طه في شباب بلوزداد حصل مع عامر حسين في شباب بلوزداد برضه. الاتحاد الافريقي السنه اللي فاتت اذ فجاه روح يا اهلي العب مع الجزائر في شباب بلوزداد وعنده ماتش هنا. اللي عمله انه اجل الماتش. اعتقد لجنه المسابقات دلوقتي ما عندهاش حل تاني غير انها تاجل مباراه الاهلي وسموحه يوم 22 ديسمبر. والكابتن علي ماهر انا قلت الكلام ده في احد اللقاءات يعني انه بدري بدري ابتدى يقول عندي مشكله ان انا في افريقيا
عندي التزامات وهضطر اسافر. فبدا يدرك تاثير المشاركه الافريقيه والسفر على الـ الـ الانتظام و يعني الحاله الفنيه والبدنيه لفرقته. يعني ما كانتش حجج الاهلي لما كان بيقول هذا الكلام، لا كانت حجج ولا تبرير. ان النادي الاهلي عايش هذا الكلام بقاله 7-8 سنين باستمرار باستمرار باستمرار. وانا قلت لك حتى خدها من ناحيه ايه، انك بتوضب الشنطه وبتفك الشنطه وبتسافر وبتغير مكانك وبتغير مناخك وتطلع الصبح تتمرن في مناخ، بعد الظهر تسافر تتمرن في مناخ تاني، وبعد عمليه مرهقه جدا جدا جدا، انك في حاله ترحال دائم. هنشوف الانديه هتتعامل ازاي كلها، وبعد كده هنقول هل كان الاهلي معذورا وعنده اسبابه الموضوعيه لما كان يشكو من هذا الامر، وكان التأجيل في مجاملة ولا كان في إرهاق على الأهلي في المسابقة المحلية؟ مؤكد أنه الأهلي دايما هو اللي بيدفع الثمن، نظير مشاركاته الأفريقية وتعارضها مع المواعيد المحلية اللي النهاردة كان واحد منهم، تلعب مع سموحة يوم 22 ديسمبر وتلعب مع شباب بلوزداد يوم 22 ديسمبر. 22 ديسمبر ده هيعملوا فيه إيه ولا إيه؟ طه عزت مدير لجنة المسابقات، الراجل كان عنده حلم في انتظام جدول الدوري. نشوف هل بقى أستاذ طه اللجنة أو بمعنى أصح كده الشركة دي بتعمل مؤجلات، ولا هنا الأندية بتطلب منك مؤجلات، ولا أصلا كلمة مؤجلات دي مش موجودة في القاموس أصلا لا عند الشركة ولا 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 عندك؟ ما خلينا نتفق على حاجة يا أستاذ. اتفضل يا فندم. إحنا النهاردة عايز دوري محترف. أيوه. لازم يكون دوري منتظم ويحط تحت منتظم ديت 100 خط، يعني منتظم يعني مش قصه مؤجلات بس، ولكن ان يكون ما يكونش في فريق بيلعب مضغوط كل يومين او كل 3 ايام، فريق ثاني بيلعب كل 30 يوم. برافو عليك، مظبوط 100%. حطها كنقطه مهمه جدا. برضو هو سؤال افتراضي، سؤال افتراضي، اذا كان هناك طلب للمؤجلات فاصلا في ده ولا فيش حاجه اسمها مؤجلات؟ يعني برضو عايز افهم. هي المؤجلات، يعني ايه مؤجلات الاول؟ يعني انا اقول لحضرتك حاجه، في هيكون في مؤجل، هيكون في مؤجل الفتره اللي جايه. لان انت النهارده النادي الاهلي كان المفروض عنده ماتش 13/12، وهو عنده ماتش في الفيفا انتر كونتيننتال 14/12. مظبوط. فكان عنده ماتش في دوري ابطال افريقيا. فاكيد اكيد الاتحاد الافريقي هيغير الماتش ده واجل الماتش ده، هيحطه في مكان ثاني. لو حطه في مكان ثاني موجود للاهلي عنده ماتش في الدوري، هي في الحاله ديت ايه اللي هيحصل؟ لازم تدور على مكان تاني للماتش بتاع الاهلي في الدوري، صح ولا غلط؟ ماشي. فدي دي اللي دي, دي اللي تسمى مؤجلات. ما هو الراجل واقعي، اي واحد مكانه هيقول الكلام ده. ما هوش ساحر يعني. مش هلعب دوري تخيلي. ان العب باثنين مسابقتين في نفس اليوم في نفس اللحظه. ومطالب انك تكسب في الاثنين. يعني الاهلي عملها مره واحده لما شارك فجأة عشان ودافع الثمن وخرج من افريقيا. لا، وهو كان عارف انه لانه بيلعبها بفرقة من 13 واحد ما سافروش، لكن كان بيوقف مسيرة المنافس اللي كان بيخش مكانه، كان هيلحق بيه. طيب. فهو الراجل واقعي جدا وقال لك هيكون في مؤجلات، طالما ان في تضارب في المواعيد بين النشاط الافريقي والنشاط المحلي لازم يكون في مؤجلات. طيب، ده للناس اللي كانت بتقسو على عامر حسين، وممكن تقسو دلوقتي على عزت طه، لانه الكلام على انه انت بتاجل والدوري مش منتظم. خدوا بالكوا حاجه، القاعده انه المسابقه الاعلى بتفرض مواعيدها على المسابقه الادنى، بمعنى انه مواعيد الاتحاد الدولي ملزمه للاتحاد الافريقي، مواعيد الاتحاد الافريقي ملزمه للاتحاد الوطني، فبالتالي الكاف بيحط مواعيده وهو مغمض ملوش دعوه. لما تتعارض في أي دولة يبقى الدولة هي اللي تغير، زي الفيفا ما بيعمل وأي قارة تغير. فبالتالي اللي عمله عامر حسين أكتر من مرة مع الأهلي ومع بيراميدز ومع الزمالك ومع الفيوتشر في دوري الأبطال والكونفدرالية هو اللي هتعمله إدارة المسابقات دلوقتي. إذ فجأة الكاف قال لهم يوم 22 الأهلي عنده ماتش مع شباب بلوزداد، اتصرفوا أنتوا بقى. فما عندكش حل تاني، زي ما الاستاذ طه عزت قال لك الحل الوحيد ان احنا ناجل. هيطلع الناس دعاة الانتقادات والاهلي بيتاجل له اهو،
من دلوقتي انت ما عندكش اجنده مسبقه. الاتحاد الافريقي نفسه عنده مشكله انه الرزنامه بتاعته ما عادتش زي الاول. الاول كان الامانه العامه للاتحاد او الامين العام للاتحاد يطلع من الكاف نيوز في البدايه المواعيد الكامله للموسم القاري كله، وكان يقول لك احد ايام 1 2 3. المسابقات كترت، المسابقات كترت والحقوق التسويقيه زادت وبقت فيه تدخلات كتيره لازم تتعمل. فانت متخيلين ان دلوقتي يتفرض ميعاد لماتش بولوزداد وعليك ان انت تغير، ده اللي الاهلي هيضطر يتاجل له. ولو كان بيراميدز او كان الزمالك، بيراميدز في دوري الابطال والزمالك والمصري في الكونفدراليه، كان هيحصل لهم نفس الترحيل في ده. هيحصل حقيقي، لكن هم حاولوا يزوقوا المساله، قال لك اسمها ما اسمهاش مؤجلات، اسمها اعاده تعديل مواعيد. ماشي يا عم، سموها باي اسم، المهم ان اديكم شايفين بلاها سوس وخد ناديه. اديكم شايفين الامر بيحصل اضطرار ازاي عشان ما تظلموش لا السابق ولا الحالي ولا اللي هيجي بعد كده. بمناسبه الدوري وتعارضه مع الاجنده الافريقيه، كان التعادل للاهلي مع الاتحاد السكندري، للتعادل اسباب كثيره. الحقيقه الدوري ولع بدري يا باشمهندس. طبعا دوري ولع بدري، عندك اربع انديه عندها 7 نقاط. الدوري المصري دوري قوي قوي، المدربين كلها بقت فاهمه. 7 نقاط لاربع انديه، يعني الاهلي بيتصدر بفوارق الاهداف، لكن في نفس نقاط السبع اهداف، السبع نقاط بيتساوى معاه بيراميدز، بيتساوى معاه الاتحاد السكندري، بيتساوى معاه المصري. اربع انديه في رصيد السبع نقاط، الزمالك 6 ما هواش بعيد، فاركو وسموحه 4 زي المحله، يعني برضو الصراع كبير وكتير. خد الاربعات، والاسماعيلي وطلائع الجيش كله اربعات، وسيراميكا. الحقيقه يمكن فكره ان انت ده دوري استثناء السنه دي، هتلعب راوند بس، دور اول بس، 17 نقطه 17 مباراه، وخد التسعه الاوائل والتسعه اللي بعد كده كل واحد هيلعب في مستوى مختلف. عشان كده اعتقد كله بيحاول يجري لقدام بدري قوي. هي هتفرز نفسها كالعاده، هتبص ليه بيصارع من اجل البقاء، هما 5 انديه هيبقوا هما اللي في المنطقه الدافئه، هما المربع الذهبي لحد السادس هتلاقيهم هما وده باين من 3 اسابيع يعني اللي اتلعبوا لحد دلوقتي. ماتش الاتحاد فرص كتيره قوي، يعني ده جانب من المباراه. الحقيقه استحواذ كبير، فرص كتيره، مواقف هجوميه كتيره وخطيره، وفي الاخر تعادل. شوف يا استاذ ابراهيم، النوع ده من الماتشات اللي تلاقي نفسك بتضيع حاجات غير منطقيه. غير منطقيه، ايوه، يعني بتاخذ بالاسباب، توصل لجون، بتعمل محاولات، الكره تصعصع عليه، تحس على طول ان مش ده الماتش اللي هتعدي، مش يومك، مش ده الماتش اللي هتعدي بيه. ولذلك انت ما تقدرش تقول الاهلي لعب وحش، لكن اضاع فرصه الفوز ودخل فيه جون دم وتقيل بيخش فينا كتير دلوقتي. بدون مناسبه يعني. لازم نشوف المنظومه الدفاعيه انها تظل في حاله يقظه طول الوقت. انا اعتقد كمان فكره النتيجه 1-0 بس وتفضل متسابه للاخر. يا استاذ ابراهيم، 1-0 لما دخلش فيك الجون، هل الجون ده نتيجه ضغط مستمر وتهديد مستمر، ولا جون برضه غير مبرر؟ يعني سهل كنت تتفاداه ولا صعب؟ سهل. خلينا ما نقعدش بقى نقول دخل فينا جوان ملهاش لازمه. انت بتفقد نقاط من مثل هذه المباريات. انما طب ما انت في ماتش البنك الاهلي جايب 3 اجوان وخسرت السنه اللي فاتت. في ماتش انبي جايب جولين وتعادلت. لا تشوف حل في الحاجات اللي بتهدد مرماك، لانك من ثقتك بتبقى بتلعب جيم مفتوح زياده عن اللزوم. والاخطاء في العمق برضو بتبقى كتيره متكرره، زائد ان اللعيبه كويسه كتير. يعني كل الانديه عندها لعيبه تعرف تستغل الفرص. طيب، الاهلي اتعادل مع الاتحاد، قام الزمالك مغلوب من المصري 1-0، وبيراميدز لحق نفسه وكسب البنك الاهلي 3-1، الجون خسر في ملعبه من المحله 1-0، والاسماعيلي حقق فوز مهم جدا وغالي على بتروجيت 1-0، والانبي فاز على فاركو
4-3 او فاركو فاز على انبي 4-3. الجيش وسموحه تعادلوا 0-0 ودي نفس نتيجه حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا. اول نقطه لمحمد يوسف مع الحدود. مودرن سبورت تعادل مع زد 0-0، يعني في ثلاث ماتشات انتهت 0-0 وماتش انتهى 1-0 او ماتشين ثلاث ماتشات انتهى 1-0. ده يعكس نديه وتكافؤ في انك انت ماتشات كتيره فيها صلابه دفاعيه. فيها صلابه دفاعيه وفيها نديه. يعني اهو شوف الجون اللي دخل فيك. يعني ما ان على طول الفيرود يسبق الديفنس انه يوصل للكوره ويقطع يسبقك، لازم تبقى الروح اقوى من كده عند المدافع اللي عايز يوصل للكوره، لازم يقول الكوره دي ممكن هي اللي تكون الجول، لازم يصلها قبل من اي حد. كمان انت مضيع ضربه جزاء في الماتش ده، ما هو المؤشرات كلها مش ما كانتش حلوه ما كانتش حلوه. ومع هذا رغم السيطره الكبيره والفرص الكتيره اللي الاهلي اهدرها والاستحواذ الكبير للاهلي على المباراه، شفنا اللي طلع وقال لك حق الاتحاد كان يكسب. يا عم ازاي؟ قال حاجه غريبه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. للتعادل اسباب كثيره، الاهلي عمل ماتش كبير قدام الاتحاد لكن اتعادل بعد ما اهدر كميه غير عاديه من الفرص السهله ثم اتخطف في اخر الماتش. كابتن وليد صلاح الدين نجم التحليل له راي فني في اسباب تعادل الاهلي، نشوفه. يعني مباراه كبيره اولا، يعني عايز اقول ان احنا استمتعنا ب 95 دقيقه من الكره الحلوه قوي، فرقتين بيمثلهم جماهير كبيره سواء الاهلي او الاتحاد السكندري. مليون في المية المهدي سليمان، بتفق مع كابتن ايمن الكاشف وبتفق مع كابتن عمر وبتفق معاك، مليون في المية المهدي سليمان هو رجل المباراة، اشتغل بشكل كويس جدا، تعرض لضغط غير عادي من النادي الاهلي، فرص محققة بالجملة، وزي ما انت قلت درس ان انت كل ما تضيع تأكد انك ممكن تستقبل، وقلنا بين الشوطين ان في عنصر اسمه التوفيق مهم جدا جدا جدا. من عناصر التوفيق دي ان ممكن النادي الاهلي يكون غايب عنه 3-4 مهمين جدا في الملعب، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطيه، اسامه ابو علي، ويحسب لنادي الاتحاد ويستحق جدا النقطه علشان الكفاح. كان في حاله صربعه غير طبيعيه من خط هجوم النادي الاهلي النهارده. صح صح، مليون في الميه تعامله مع كل الفرص يعني بعدم تركيز. هيبقى معانا الهايلايتس بقى الدقيقه 59 و57 و58 و59 فرص للنادي الاهلي، انفرادات وفرص صعبه جدا بيشيلها المهدي سليمان. الاهلي استحواذ معدي ال 60%، فرص خطيره جدا، صناعه الفرص. بص دي مثلا اتعملت حلوه قوي، جون مهدي سليمان عالمي فيها. يعني انا اللي بتزعجني جدا هزائم المستوى. هزائم المستوى؟ يعني انك انت ما توصلش للجون، مالكش فرص، الفرقه اللي بتواجهك هي اللي بتهددك. ادائك يبقى وحش. يعني في سيراميكا في الشوط الاولاني مثلا السنه دي اداء مخزي جدا، في تخاذل. الشوط الثاني فرقه ثانيه ونتيجه كبيره، هنا التفريق. شوف بقى يعني مباراه لو خلصت 1-0 تبقى مبسوط. تخلص 4 ولا 5-1 حاجه زي كده مش فاكر. ال 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 بالنسبه لماتش الاتحاد، لا انت مستحوذ، انت بتضيع كره جماعيه، كره فرديه، كل انواع التنوع موجوده. شوف يعني كم سبحان الله سبحان الله فرص مش عاديه. وحتى الكره دي جون اترمى هو في حضن المدافع، لكن يعني اللعيبه ما كانش في تقاعس من لعيبه الاهلي. لكن الفكره الكره دي لو اتثبتت بينالتي طبعا. الكره حاضنها المدافع مش المهدي سليمان. كل التحكيم والتحليلات راحت لكتير، بس لو اتثبتت هنشوف اللقطة الثابتة ليها ايه.
يعني شوف التصويب حتى في تصويب جيد يعني. خلاص ضيعت فرص، ومن فرصة فيها نوع من الصهيانة الخفيفة من الديفنس او عد دي زي جون يعني، مع الفارق لان الزمالك كان كويس يوم النهائي الافريقي السوبر افريقي، لكن الفرصة اللي جات عليك برضو غير مبررة، تقدر كنت تعمل معاها افضل من كده. طيب كابتن وليد صلاح الدين شاف ان السيطرة كبيرة للاهلي وان الاهلي او المباراة على بعضها حلوة، هل ده رأي نجم وكابتن الاتحاد السكندري الكبير الكابتن محمد عمر؟ هل منصف للاهلي ولا لا؟ نشوف. يعني وإدارة نموذجية من بابا فاسيليو، يمكن بدأت تقريبا من بعد التبديلات الهجومية الحقيقة، غامر بشكل كبير جدا. يمكن الكرة عايزة تنصفه، احنا طبعا يعني مش مفروض بنتكلم في الحالات التحكيمية، لكن انا شايف الكرة انصفت نادي الاتحاد السكندري. والحاجة التانية اللي هتكلم فيها المهدي سليمان، هبدأ بيها الكلام يعني ليه هو راجل المباراة. كلنا شفنا المهدي سليمان النهاردة الحقيقة رجل الحقيقة بالمعنى، وكان حائط صد منيع جدا في كرات مستحيلة انها تتصد الحقيقة، لكن كان الحقيقة تركيزه كان عالي جدا. فالحقيقة مهدي كان له دور كبير جدا في انه يطلع بالنتيجة التعادل رغم الفرص القليلة لنادي الاتحاد السكندري. نتيجة عادلة يا كابتن؟ هي عادلة للظروف المحيطة، لكن هو الاهلي اخطر مش كلام. المهدي لوحده مطلع 5 كرات صعبة جدا، لكن الاهلي طبعا كان افضل وضيع فرص كتيرة جدا في عدم توفيق فيها، لكن العدل مش بالضرورة ان انا احسن ومسيطر ومضيع. الكرة مش عادلة عامة، مش عادلة. لا، ما احنا قلنا الكرة مش عادلة، يعني لا يمكن النتائج تتسق او ما تضمنش انها تتسق مع واقع الاداء في الملعب يعني. لكن المهدي سليمان، وهنا لازم اقول حاجه يعني، كثير ما يتقال لك لولا الحارس المرمى. طب ما حارس المرمى لاعب في الفريق، لما يجيد دي مهمته، لما يجيد يقدر يعمل او يعني يفيد فرقته جدا. أيوة. فلما يكون اللاعب اللي بيجيد ده حارس المرمى لا يبقى مؤثر جدا جدا. يحسب المهدي انه دي كره جميله جدا. يعني او صدها فرصه من 3 يعني، فرصه 3 مركبه. وشفنا حاجه بس هي اللقطه بتاعت الكره ثبتت في حضن المدافع وايده ولا في ايد الحارس؟ يعني لو في هو انا نثبتها ونجيبها، بس يبان من هنا ان اللاعب سبق الحارس. لا، اللقطه الكادر اللي قبل ده على طول. لا يعني انت لما تشوف مش هتيجي. لا استنى، شوف ساعه ما اتلعبت مين اللي تعامل مع الكوره؟ قبل الحارس كان اللاعب. باينه يعني. طيب ديت وهيصد وهترجع التالتة بقى، الشوطة التالتة اللي بعد دي على طول، دي الرابعة كمان. هي دي حطها بطن رجله. ايوه لو سبتت بقى. لا واضحة ماشي ماشي، بس يا سلام يعني كروز عليها نشوف الكرة في ايد مين بس. مين المهدي فين ولا الكرة راحت فين؟ ايوه الكرة راحت للعيب، ما راحتش للمهدي. مش هيقدر يجيب كروز عليها، لكنه لو اتشافت هي كده في ايد الباك مش كده؟ يا استاذ ابراهيم اشرح بطريقة اسهل. المهدي فين واللعيب فين والكره فين؟ الكره لما راحت ما كانش المهدي في طريقها. اللي كان في طريقها اللعيب. غريب ان الناس ما خدتش بالها. اهي ادي الايد اهي. اهي شايف ايد اللعيب. الكره في ايد اللاعب وهو على الارض. ايوه. الناس اللي اتكلمت من خبراء التحكيم مش كتير راح للقطه دي. يعني ده انت صادد الكوره، ده انت حاضنها. ما هو ده لما يكون الاراده بقى، هل الفار ما شافهاش؟ يعني واضحة واضحة. هو على طول المادي جيري راح واخدها. طب المادي جات له من اللعيب بتاعه. هو راح خدها منه، سيبها لنا وهي فين بين دراعاته على الارض. طيب كابتن محمد عمر، الاهلي اخطر مفيش كلام، قال لك المهدي لوحده منع 5 تجوان رغم وضوح راي كابتن الاتحاد السكندري، لكن كابتن الزمالك الكابتن طارق يحيى له راي كان مختلف جدا. نشوفه.
والاهلي يخسر النهارده. عم فهمي يخسر؟ يخسر؟ لا منين؟ ثواني بس معلش. لا انا اسف. ثواني معلش. لا انا اسف. يا جماعه يعني واحده واحده. انت لعيب كوره وده لعيب كوره وانتوا الاثنين نجوم. واحده واحده. المهدي سليمان واحده واحده. خليه يتكلم. الاهلي ضيع اجوان امتى؟ من اول الماتش. حلو قوي. هل الكور دخلت؟ اجوان ما دخلتش، دي فرص. حلو. لكن ضربه الجزاء دي جون. يبقى 2-1 الاتحاد ده الصح. ايه ده؟ الله، انا ضيعت فرصتي، انا ضيعت كل الفرص بتاعتي، ماشي؟ ما جبتهاش جوان. بس انا جات لي فرصه اتقدم على الاهلي 2-1 يا علاء. تحليل غريب جدا. ايوه كابتن، ده الاتحاد ما راحش عند النادي الاهلي غير في الكوره اللي جت جول. ايوه ماشي اوكي. ما شفناش محمد الحلواني. ايوه انا معاك وربنا. مين النجم المباراه النهارده؟ والله معاك. ايوه احنا النادي الاهلي مضيع 7-8 تجوان النهارده. والله معاك. 10 تجوان. مش فرص. ماشي، بس انا يتحسب ضربه جزاء يكسب بيها الاتحاد. طيب والله العظيم ثلاثة اللي يتعامل مع الكلام ده بجدية يتعب. لا يتعب طبعا، هو اللي بيقول هذا الكلام ما عندوش مشكلة خالص أن يبدو يعني رأي غريب جدا إلى حد التطرف، يعني ما عندوش مشكلة خالص. يعني سابع تجوان يا سيدي، بس لو اتحسب ضربة الجزاء. طب ما لو اتحسب ضربتين الجزاء بتوع الأهلي التانيين، لو جت ضربة جزاء إمام عاشور هنفضل نقول لو يعني لا الحقيقه الراي الغريب للكابتن طارق يحيى. هو اول حاجه بيقول لي الكابتن اكرام والكابتن عم ايوب، ما احنا لعيبه كوره. ما هي المصيبه ان انتوا لعيبه كوره، بتكلم بجد والله، المصيبه ان انتوا لعيبه كوره كبار، لانه ما فيش لعيب كوره يقول المنطق ده يا كابتن طارق. انت شايف انه الفرص دي ما لهاش لازمه، لان الاتحاد لو اتحسبت له ضربه جزاء انت ضامن ان ضربه الجزاء هتيجي جون؟ طب ما امام ضيع ضربه الجزاء في نفس الماتش. لا والاهلي مالوش ضربتين. لو انت عندك الراي الافتراضي ده انه البنالتي يعني جون، لا الاهلي ضاع منه ضربه الجزاء. وبعدين ايه ضمانه الاهلي الاتحاد كان له؟ مين قال لك كان له؟ ده انت بتتكلم في واحد حاضن الكره ما اتحسبتش. ومع هذا كابتن طارق يحيى مصمم انه الاتحاد يبقى كسبان. يا عم ده كابتن محمد عمر نفسه قال لك الاهلي كان افضل والاهلي اولى. ازاي تفصل حاجة عشان توصل النتيجة اللي أنت عايزها؟ نفس العقلية اللي بيقول بيها أنا نادي القرن، بيفصل نظام على مزاجه يوصله النتيجة دي. ملوش دعوة بقى إن كان الجهة المانحة عندها نظام تاني. يدوس على المنطق، يدوس على الحق، هو يدوس على الوضع. أقول لك بس لو أنت حسبتها بالطريقة دي أنا كنت. طب أنت لو أنت حسبت مرتبي زائد مرتب المدير العام اطلع انا باخد اعلى اغنى واحد في مصر. ما هو في حاجات كتير. لو عايز تحسبها بالطريقه دي وتريح دماغك تبقى اسعد الناس. تبقى اسعد الناس. الحقيقه حاجه غريبه جدا من الكابتن طارق يحيى. وكمان اتكلم على التحكيم في المباراه هنشوف. هو السؤال بس بعت له حد. هو السؤال يا مهيب معلش النادي الاهلي عمل ماتش كويس قوي يا كابتن. النادي الاهلي مش محتاج مساعده. والاهلي عمل ماتش، والاتحاد السكندري عمل ماتش كويس. الاثنين عملوا ماتش كويس واستمتعنا بيه. جون وماتشات وجوان بتضيع وفي حارس متالق والكلام ده كله. بس هو حرام يتحسب ضربه جزاء على النادي الاهلي؟ يعني هل الحكم ده هيخش النار لو حسبها ضربه جزاء؟ انا مش فاهم. شوف انا كابتن طارق يحيى انا بحبه، شايفه راجل طيب جدا، شايفه قلبه نضيف. أيوة. لانه اللي بيقوله يعني هو بيقول كلام يعني يقدر ما يقولوش ويريح دماغه، لكن ده ما يطلعش الا من راجل طيب والله العظيم. وقلبه نضيف. ايوه. فهو بيقول لك الاهلي لعب كويس جدا والاهلي ضيع كتير جدا، بس هو حرام يتحسب ضرب. لا مش حرام على فكره، ومش حرام ان يتحسب له ضربات جزاء. مش حرام يتحسب على الاهلي ضربه جزاء، ومش حلال الكابتن طارق يحيى يقول الكلام ده. ده كلام مهم تاني في تفاصيل كتيرة بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا التحكيم واللي ما فيه والكلام الكابتن طارق يحيى، وهو حرام يعني الاهلي يتحسب عليه ضربات جزاء. لا مش حلال، مش حرام خالص يا كابتن. عشان كده كان مطلب الاهلي الثابت بحثا عن العداله، وهنا العداله الحقيقيه بقى مش اللي بانا، بحثا عن العداله
كان طلب النادي الاهلي باستخدام خبير اجنبي لاداره لجنه الحكام، ومش راي الاهلي بس، الاجنبي خيار مصري للضروره. قال مستوى التحكيم اللي وصل لنا فرض هذه الضروره. ده حكايه خيار مصري بالضروره؟ لا، خيار بالضروره، لا خيار بالضروره دي لازم تحكيها لنا. الراجل ده عنده قصه، انت جبت العنوان ده منها على فكره. كنا مره قاعدين في القسم الرياضي في اخبار اليوم، كابتن نعمان الله يرحمه والاستاذ حاتم زكريا والدكتور علاء صادق، كان معانا كابتن محمود بكر، وبعدين الدكتور علاء صادق عايز يعزم القعده على فول وطعميه، فنادى الراجل اللي معانا في القسم الاوفيس بوي، راجل هو من احدى قرى الجيزه بس المصري الطيب قوي، فقال له هتنزل تجيب لنا سندوتشات فول وطعميه وخيار بالضروره. ده الدكتور علاء صادق، وخيار بالضروره اكد عليه. غاب الراجل يجي ساعتين رغم ان المطعم تحت. فجه، انت تاخرت ليه كده؟ قال له لا، مش تطلب حاجه موجوده، انا لقيت خيار مخلل ولقيت خيار اخضر ولفيت وسط البلد كلها ما لقيتش خيار بالضروره. وعلاء لازم يقولها له باللغه العربيه، باللغه العربيه الفصحى، خيار بالضروره. قال له ما لقيتش خيار بالضروره ده في السوق خالص. بس انت لقيت الاجنبي خيار بالضروره اهو، خيار مصري. انت لقيت خيار الاجنبي. الاجنبي بقى مش خيار النادي الاهلي، ما هوش قرار النادي الاهلي، ده خيار الضروره، لانه الحقيقه اللي حاصل من لجنه الحكام في اللي فاتت والكلام كتير اللي اثير عليها، وقبل كل ده رأي رابطة الأندية لما اجتمعوا، لكن رغم الوضوح في طلب الأجنبي لإدارة اللجنة، الحياة العميد ثروت سويلم كان له رأي مختلف. نشوف اجتماع رابطة الأندية تردد إن كان في اتفاق واستقرار، اللي هو كان اجتماع الرابطة الأخير مع الأندية يا فندم، إن في استقرار على خبير أجنبي يجي وكلام من ده. ليه لحد دلوقتي في اعتقادك ان مفيش خبير اجنبي جه، او ايه الاسباب اللي ادت لكده يعني؟ هل الوعد ده بالفعل اصلا كان موجود ولا لا؟ لا، خبير اجنبي يجي فين؟ مش عارف. كرئيس لجنه حكام؟ لا لا، ما انا الكلام ده ما حصلش اصلا. ما حصلش اصلا في اجتماع الرابطه؟ مع الانديه؟ لا لا خالص خالص خالص، ولكن الاستاذ جمال علام في حديثه قال انا بفضل الخبير الاجنبي بس، لكن انا لكن لم يحدث اصلا اتفاق على كده. وانا انا معاك انت، انا معاك انت على الهواء اكتر من 20 مره وقلت لك انا ضد اصلا ان يبقى في خبير تحكيم اجنبي. يعني لم يتفق على كده. اصل النادي الاهلي كان طلع بيان برضو يا ثروت بيه، النادي الاهلي النادي الاهلي كان طلع الأهلي. قال لك تبقى للاتفاق اللي حصل في اجتماع الرابطه. لا، ما انا بقول لحضرتك انا كنت موجود. مفهوم، انا عشان كده بسال حضرتك طبعا. ما كانش، انا بقول لحضرتك الاستاذ جمال لما خد الكلمه قال بالنسبه للتحكيم انا ان شاء الله باذن الله بنفكر ان احنا، يعني انا بايد ان يبقى في خبير تحكيم اجنبي، لكن لم الراجل ما قالش انا هجيب، ولا الرابطه قالت له هات، ولا الكلام ده اصلا، يعني ما حصلش اي وعود بكده خالص. لان حتى برضه المهندس نصر ابو الحسن كان معايا في مداخله الاسبوع اللي فات تقريبا، وقال لي حصل اتفاق على كده، لكن حضرتك بتاكد لي ان مفيش الكلام ده خالص. هو حصل اتفاق معاه بقى يمكن حاجه شخصيه بينه وبين حد، لكن لا طبعا ما حصلش اصلا. انت عارف يا استاذ ثروت، ده لازم تعمل له كتاب يسموه مقصورات ثروت، ثرويات او ثروتيات حاجه كده يعني. ثروتيات حلوه. ما فيش شهر ما يفاجئناش بتصريح من النوع ده، ثروت لي وحسب الموقف والظرف وبتاع. انا عايز افهم يعني ايه الاستاذ جمال علام اؤيد لكن ما قالش حجيب. ايوه يعني هو انت فاكر لما الكابتن صالح لما بتساله رايك يا كابتن قال لك انا ماليش راي انا صاحب قرار. صحيح. يعني لما الراجل الراي هو قرار. يعني لما يجي رئيس الاتحاد تقوم تقول هو ما قالش حجيب، قال اؤيد، ايه التلاعب بالالفاظ ده؟ ايه الثروتيات اللي انت كل يوم والتاني تعملها معانا دي؟ ده تصريح ثروتلي قوي. وبعدين بيقول حاجه كل، يعني هو الاستاذ محمد مصلح مش طلع اكد؟ طيب خليني اقول لك على حاجه، يعني هو مبدئيا بس استنى، لا هو يجي يقول لك ايه؟
اصل انا ضد ان انت حر في رايك، مش معنى كده انك تلغي الناس كلها. انا ضد ان يبقى في، بص هو مبدئيا أجنبي. مبدئيا العميد ثروت سويلم اكتر حد كان بيتدخل في لجنه الحكام، وفاكرين مقوله اصل المستشار مرتضى عايز ياخد بطوله فهنجيب له حكم مصري. لا جبنا له الحكم اللي بيحبه. ده التصريح التاريخي قبل مباراه الزمالك وسموحه. هو العميد ثروت سويلم مش هيجرؤ لا هو او غيره يتدخل مع واحد اجنبي. ففكره ان انا اجيب خبير اجنبي غير قابل للتدخل، لحد هيعمل له تليفون ولا هيغير له حكم ولا هيوصيه على مباراه. ده بيحصل في الفتره اللي كان العميد ثروت حريص جدا على الحكام المصريين لزوم التدخل. انا بقول لكم بناء على معلومات ووقائع والله. فعشان كده الراجل يا سياده العميد انت جزء من اتحاد الكره المرشح في الرابطه، انت ما انتش الرابطه، لانه لما تقول الرابطه ما اتفقتش وما طلبتش، هقول لك الحاج محمد مصلحي بلاش اللي قاله لك، اعتقد امير هشام، وقال لك الاستاذ نصر ابو الحسن رئيس النادي الاسماعيلي معايا على التليفون قال له اه اتفقنا. اعتقد لما تسمع كلام الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد المفروض تبقى فيه كلام تاني. هل فعلا كنت حضرتك شاهد عيان في اجتماع رابطه الانديه مع الكابتن خطيب والكابتن حسين لبيب على وجود رئيس لجنه حكام اجنبي؟ كان في جدول اعمال لهذا الاجتماع. من ضمن جدول اعمال هذا الاجتماع كان حاجه واضحه جدا جدا، وانا افتكر الكلام اللي قاله الكابتن حوض الخطيب منيا، ونفس الكلام الكابتن حسين لبيب، وتقريبا كل الساده رسائل الانديه اللي كانت موجوده. انا اتفقوا على حاجه، وده بشهاده الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره، وتم الاتفاق، والاجتماع ده كان قبل بدايه الدرب حوالي اكثر من شهر، ان يتم تعيين لجنه جديده للحكام، واللي يرأسها خبير اجنبي. والكلام ده كان واضح جدا للجميع، وكله اشاد بقرار الاستاذ جمال علام بصراحه. الوقت عمال يمر ويمر بسرعه، لغايه ما زي ما حضرتك قلت ابتدى الدوري. معلش معلش يا حبيب انا اسف، هو حضرتك بتقول كل اشاد بقرار الاستاذ جمال علامه، الاستاذ جمال علامه هو اللي اقترح ان هو اجنبي وحضرتك وموافقته؟ لا، ده اللي عرض الموضوع كل وسائل الانديه ان يتم تغيير لجنه الحكام في خبير اجنبي. واستاذ جمال علامه اقر الموضوع. اقر الموضوع تمام. وقال ان في الاجتماع يعني دي فرصه ان احنا خلال الشهر كفاضل الشهر نبدأ على بدايه الدوري ان يتم اختيار خبير اجنبي لاداره لجنه الحكام. تمام. بصراحه بقى محمد بيه يعني يعني مش هم رؤساء الانديه هيعرفوا اكتر من استاذ ثروت؟ يعني انتوا هتعرفوا انتوا قلتوا ايه اكتر منه؟ هتعرفوا رئيس الاتحاد قال ايه اكتر منه؟ يا اخوانا لا مش كده. اذا كان فقد حدثت بينه وبينه. ايوه. لانه الحقيقه مفيش اوضح من الكلام اللي قاله الحاجه. طبعا، وقال لك ده خيار الانديه كلها. واكد عليه بس ايه، مش معنى انه اقرها يبقى الاستاذ جمال علام انه هيعمل كده. ده هو بيظهر الاستاذ جمال بيعمل ازاي لثروت. انا موافق. يعني عديها عديها عديها. يعني انا مش عارف يعني والله عمال افسرها هو جاب منين ان ما حصلش. يعني الا اذا كان، وبعدين امير الا اذا كان ما حضرش يطلع بيان يقول له لا لا لا. اصل خلي بالك ممكن يكون في واحد ما بيحبوش قوي يعني نقل له جلسه غلط عشان يطلع يقول الكلام ده، او هو راح رابطه تانية ما اعرفش ما يعني ما او الكلام كان بلغه تانية. طب فسر لي انت. طب هي طب أحسن حاجة. هي احسن حاجه هو 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 ممكن مره نعمل معاه مداخله يقول له ثروت بيه كيف تفسر هذا الامر؟ هيقول لك بقى كلام من نوع ايه، اصل مش معنى ان هو اقر ان هو موافق ومش معنى ان الانديه اتفقت انها اتفقت. طيب يا جماعه بصوا، عشان تشوفوا ليه المدرب ليه رئيس اللجنه يكون اجنبي، انه ده خيار مصري فعلا، والضروره تفرض ده. والضروره مش موجود، والضروره تفرض ده اهو. ده لان كل اسبوع بيمر في الاحالات تعرفوا واحنا محتاجين خبير اجنبي ليه؟ تعرف استاذ ثروت سمع الدكتور علاء وهو بيقول الراجل وهو بيقول له مش تطلب حاجه موجوده.
قالوا في خيار مخلل وخيار لا هو خيار اخضر. هو بيتعامل مع دي ان هو الانديه قالت مش تقول حاجه موجوده يعني. طيب للاسبوع الثاني على التوالي، واسف جدا خبراء التحكيم الافاضل بتوعنا لازم يراجعوا نفسهم شويه، لانه نفس الحالات اللي بيطلعوا يحللوها وبالمصادفه، ما اعرفش اذا كانت دي بالمصادفه ولا بالاتفاق، كلها خاصه بالنادي الاهلي. الحق اللي بيهدروه للنادي الاهلي في تحليلاتهم بعضهم مش كلهم، لان واحد زي الكابتن احمد الشناوي الحقيقه والكابتن نصر عباس تحليلاتهم اتفقت مع الخبراء الاجانب، بس بقيه الناس حاجه غريبه جدا. ده اللي خلى احنا مش بس رايحين نجيب حكم اجنبي يحكم بالصفاره ويحكم في الفار، ولا نجيب خبير اجنبي يدير لجنه الحكام، بقينا بنجيب خبير اجنبي يحلل حالات الحكام. بصوا الواقع اللي احنا وصلنا له ليه. الزميل ابراهيم عبد الجواد الحالات المختلف عليها في مباراه الاهلي والاتحاد السكندري بعتها لاحد خبراء التحكيم الاجانب، الحكم الارجنتيني وراسيو اليزوندو. وراسيو اليزوندو لو قلت لكم بس يكفي ان انا اقول لكم ده الحكم اللي حكم فاينل كاس العالم لما طرد زين الدين زيدان في النطحه اياها. انتم متخيلين حكم فاينل كاس العالم بعت له زميل ابراهيم عبد الجواد وعنده وعنده الصرامه والشجاعه دي عنده في فاينل يطرد لعيب مهم زي ده. نشوف الزميل ابراهيم عبد الجواد. واستحدثنا فقره هتكون موجود معانا ان شاء الله الفتره اللي جايه من ملعب اون مع واحد من الحكام العالميين وهو هوراسيو اليزوندو. ده حكم فاينل وافتتاح كاس العالم 2006 الحكم الارجنتيني الشهير. احنا سالنا هوراسيو اليزوندو على ثلاث لقطات فقط لا غير، ان شاء الله بعد كده هيكون معانا الشرح بتاعه صوت وصوره. سالناه على الحاله الاولى، الحاله الخاصه ب ركله الجزاء حسين ركله الجزاء يحيى عطيه الله، فبعت لنا الرد بتاعه كالتالي: اتفق مع معيار عدم احتساب لمسه اليد حيث ان لاعب الفريق الاخضر اللي هو الاتحاد السكندري قام بركل الكره على ذراع لاعب الفريق الاحمر دون ان يقوم الاخير باي ركله باي حركه اضافيه، بالاضافه الى ذلك لا يوجد خلف لاعب الفريق الاحمر اي خصوم يمكن ان يستفيدوا من الكره، مما يعني ان هذه الحاله لا تسبب تاثيرا. طيب اليزوندو الارجنتيني لابراهيم عبد الجواد مفيش ضربه جزاء ضد الاهلي، وكره يحيى عطيه الله مش ضربه جزاء، ده راي الحكم الارجنتيني. ابراهيم فايق بعت نفس الحالات هو الاخر لخبير التحكيم الانجليزي مارك هالسي، نشوف قال له ايه. وجايب لك دلوقتي حالا اهو خبير التحكيمي الانجليزي مارك هالسي البالغ من العمر 63 عام من حكام الدوري الانجليزي في الفتره بين 99 ل 2013، حكم دولي من 2000 حتى 2006، حكم نهائي السوبر الانجليزي 2007 بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، ونهائي كاس الرابطه في 2008 بين تشيلسي وتوتنهام. طيب هل هناك ركله جزاء للاتحاد السكندري؟ الاتحاد طلب بركله جزاء بداعي لمسه يد على يحيى عطيه الله في الدقيقه 14، ولكن لم يتم احتساب شيء من حكم المباراه. ماذا كان رد الرجل؟ قال الكره ارتدت من المهاجم الى يد المدافع والتي كانت في وضع طبيعي يتناسب مع مجريات اللعب في تلك اللحظه، لا يبدو ان هناك تعمدا لاستخدام اليد، وبالتالي لا يمكن اعتبارها لمسه يد متعمده تستوجب العقوبه. اذا الرجل يرى ان الكره مش ضربه جزاء على النادي الاهلي، اذا هو يؤيد قرار حكم المباراة. هو يؤيد قرار حكم المباراة ويرى أن الاتحاد السكندري ليست له ضربة جزاء. الإنجليزي هالسي يؤيد قرار الحكم أن دي مش ضربة جزاء ضد الأهلي، وأليزاندرو الأرجنتيني يؤيد نفس القرار. خالد الغندور حب يدور على حد تاني، قال لك نروح لجمال الشريف، يمكن جمال الشريف يجيب التايهة وندبس الأهلي. نشوف كرة هجمه لصالح فريق الاتحاد، كريم ديب لاعب رقم 18 الاتحاد يرفع الكره من حدود خط التماس باتجاه عمق منطقه الجزاء، تصطدم هناك لا تذهب الكره باتجاه لاعبين هما ايمانويل لاعب الاتحاد الاسكندري ويحيى
عطية الله الذي كان يقف إلى يمين إيمانويل. الكرة هنا تصطدم بالأرض قريبا على بعد حوالي 5 ياردات من كلا اللاعبين المتنافسين. طبعا الكرة لعبت من مسافة بعيدة، فإذا يجب هنا أن نتوقع بأن اللاعبين لديهم رؤية كافية ووقت كافي لتنسيق حركة جسمهما وبالتالي التعامل بشكل صحيح مع 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 المنافس على الكرة. الجانب طبعا هنا عندما تصطدم الكرة بالأرض هناك بعض المتغيرات، طبعا إذا كانت الحالة مكشوفة وتم الاصطدام بعد ذلك بعد أن صدمت الأرض وارتدت وذهبت اتجاه اليد فيتحمل اللاعب مسؤولية لأنه الوقت الكافي لتلافي عملية تمسك اليد. المشكلة هنا بأن هذه الجزئية هي الجزئية المهمة التي أثرت على القرار، وهي أن الكرة بعد أن اصطدمت وارتفعت كان هناك لاعبان كما ذكرنا إيمانويل وكان يحيى عزيز الله. هنا إيمانويل ثبت بقدمه على الأرض وقام برفع قدمه الأخرى في محاولة لعب الكرة التي لم يصل إليها. هذه اللحظة هي لحظة ترقب بالنسبة ليحيى عطية الله، هي لحظة ترقب، فهو لا يستطيع أن يفعل شيئا، يستعد لكنه لا يستطيع أن يدرك هل يستطيع اللاعب مهاجم الوصول للكرة أم لم يصل الكرة، وبالتالي لديه بعض التصرفات لكنه لا يتصرف بكامل لأنه حذر لأنه قد تتغير الكرة أو قد تلعب وهكذا. إذن بعد ذلك الكرة تابعت مسارها دون أن تلمس قدم اللاعب الاتحاد السكندري وتابعت مسارها باتجاه اللاعب يحيى عطية الله. هنا الزمن قصير لتدارك، هنا أصبح عامل المفاجأة هي التدخل إيمانويل والمنافسة على الكرة ومحاولة الوصول إليها وكاد أن يصل إليها، هذا عملية ترقب تجعل اللاعب الآخر بحالة حذر. هنا نعود، هل اليد كانت في وضعية طبيعية تتناسب مع الوضعية الفيزيولوجية التشريحية للتنافس على الكرة في مثل هذه الحالات؟ كانت يد طبيعية تتناسب مع الوضعية. الجانب الآخر يعني لم تكن تجعل الجسم أكبر ولم تكن متنافية مع الوضعية التشريحية. الجانب الآخر بأن هل اللاعب بعد أن تجاوزت الكرة وهي متجهة باتجاه يحيى عطية الله، هل قام بفعل بحركة إضافية متعمدة باتجاه الكرة لإيقافها؟ أيضا لم يحصل، وبالتالي طبعا عملية اللمس حصلت واللاعب أيضا حاول كل وهي عامل مفاجئ نتيجة انتظاره لإيمانويل الذي حاول تنافس على الكرة، حاول أن يعيره إلى الخلف لكنه لم يكن لديه الوقت الكافي لذلك، لمست الكرة أيضا. إذن هو لم يبحث عن لمس الكرة باليد واليد بعد أن صدمت وصدت الكرة إلى الأعلى كانت هناك منافسة. إذن يا كابتن جمال قرار سليم عدم احتساب الكرة ضربة جزاء 100%. كده برضو كابتن جمال ما كانش العشم، اصل كابتن جمال ما اكتفاش زي هيلسي وهوراسيو الارجنتيني وهيلسي الانجليزي بانه في توصيف سريع ده شرح ما فيش ضربه جزاء عشان ده شرح ودرس علم التشريح وعلم الحركه والميكانيكا ويعني انه ما فيش ضربه جزاء عشان يعمل ايه الراجل عشان يكون مقنع اكتر من كده. فالحقيقه ده ما وهو ما حدث في ماتش زد. على فكرة نفس المفارقة في الاختلاف بين آراء الحكام الخبراء المصريين عن الخبراء الأجانب الثلاثة برضو في مباراة الأهلي وزد بتتكرر وبتتعاد، عشان كده الخبير الأجنبي المهندس هاني أبو ريدة عازم على استخدام خبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام، وكفاية يا سيادة العميد ثروت دهمنا الوقت. وبعدين الكابتن أحمد شوبير حارس الأهلي أعتقد معاه الجديد والمفيد دائما. دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله. أصبحوا على خير.